شينزو أبي يتسلم مهامه رسمياً رئيساً جديداً للحكومة اليابانية بعد 10 أيام من إجراء الانتخابات التشريعية والتي فاز فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه بحوالي 28% من الأصوات. عودة آبي للإمساك بمقاليد الحكم في اليابان تأتي في وقت أضعفت فيه الأزمة الاقتصادية البلاد وشهدت خلاله العلاقات الدبلوماسية مع الصين وروسيا تدهوراً حاداً. وقال آبي في كلمة أمام أعضاء البرلمان: الحكومة الجديدة سوف تعمل على حل مختلف المشاكل التي تعيشها اليابان. وأضاف: الترفيع في النمو الداخلي يأتي عبر اقتصاد قوي ودون إعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية. لن تكون هناك أي إصلاحات مالية ولن يكون هناك مستقبل أفضل لليابان. اليابان يرزح تحت وطأة ديون عامة تقدر ب 240%، كما يشهد حالة ركود اقتصادي حادة متأثرا بالوضع الاقتصادي العالمي الهش. شينزو آبي سيكون كذلك مطالبا بإيجاد حلول لأزمة الجزر المتنازع عليها مع كل من روسيا والصين، إضافة إلى ملف المفاعلات النووية، حيث أعلن عزم حكومته مواصلة تشغيل هذه المفاعلات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في المستقبل.